وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور أحمد علي باشا، اختصاصي أمراض الدم. وأهلا وسهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. بداية ومستمعيكم الكرام، الله يسلمك، ومشاهديكم الكرام. فقر الدم دائما ما نسمع عنه، ودائما كنا نسمع بأنه منتشر كثيرا حتى خصوصا بين النساء، لكن يمكن كثير من الناس ما تعرف مخاطر هذا المرض المنتشر، فودنا أنك تعرفنا أكثر عن مخاطر فقر الدم. أول شيء راح نحكي عن موضوع فقر الدم. ما هو فقر الدم؟ تعريف فقر الدم، تعرف الدم يتألف من ثلاث عناصر أساسية: أن كريات الدم الحمراء وهي تنقل الأكسجين، وتحتوي ضمنها الهيموغلوبين اللي هو أهم ناقل للأكسجين، وفي عندنا كريات الدم البيضاء اللي بتدافع عنها ضد الإنتانات، والصفيحات الدموية المهمة إذا حدث جرح أو حدث نزيف توقف النزيف. هلا بنيجي للمكون العنصر الأحمر اللي هو موضوع فقر الدم. فإذا نقص الخضاب عن مستوى 13 جرام على الديسيلتر بالنسبة للرجال أو 12 جرام بالنسبة للنساء، فنعتبر أن الحالة هي فقر دم. ما هي أعراض فقر الدم؟ أهم الأعراض التي يشكو منها الأشخاص الذين يصابون بفقر الدم، أولا يظهر عليهم الشحوب، لونهم بيكون شاحب، وتبدأ أعراض التعب، الإرهاق، برودة الأطراف، صداع، ممكن يحدث تساقط الشعر، تقصف الأظافر، ممكن أيضا خمول، دوخة، كل هذه الأمور ودوار تصيب تعب. حتى بالنسبة للأطفال الصغار بنلاحظ بالمدارس مثلا يكونوا مقصرين بواجباتهم أحيانا، لأنه طبعا الدماغ يحتاج للأكسجين، والكريات الدم الحمراء هي أهم مصدر للأكسجين. فإذا نقص أيضا الطفل يشعر بإعياء وتعب أيضا في إجراء الواجبات الدراسية. هلا هاي دائما فقر الدم لازم نركز، مو بس انه شخصنا فقر الدم، لازم نعرف شو السبب لفقر الدم، لانه معرفة سبب فقر الدم هام جدا جدا قبل ما ننتقل الى اي معالجه. طبعا فقر الدم اللي ذكرته الدراسه بيقصدوا فيه فقر الدم بنقص الحديد، اللي هو حقيقه اشع انواع فقر الدم، لكن ممكن يكون بفقر الدم بأسباب أخرى، لأنه تشكيل الدم يتم بنخاع العظم، ويحتاج نخاع العظم إلى مواد غذائية مثل عنصر الحديد اللي هو عنصر معدني، وفيتامين بي 12 والفوليك أسيد، هدول عناصر أساسية في تشكيل الدم. فإذا فقر الدم إذا كان سببه ضعف أو بوارد الغذاء، نقص بالوارد، فممكن يصاب أكثر شيء مثلا الأشخاص النباتيين، ممكن يصير عندهم فقر دم بنقص الحديد وحتى بالفيتامين بي 12 والفوليك أسيد، لأنه هذه العناصر الغذائية موجودة بشكل رئيسي في اللحوم وغيابها بالتأكيد يأثر. يعني فإذا الأشخاص المعتمدين فقط على الخضروات والفواكه يحتاجون إلى سبليمنت، ويحتاجون إلى تزويدهم بهذه العناصر غالبا. هلأ الأمور الأخرى التي تؤدي إلى نقص الحديد والتي شائعة، إذا كان في عندنا مشكلة في امتصاص الحديد. هل المشكلة في امتصاص الحديد؟ إما الأشخاص مثلا عندهم أمراض في المعدة، عاملين تحويل مسار مثلا عمليات السمنة، يتم فيها إما قص المعدة أو تحويل المسار. تحويل المسار أكثر إحداثا لفقر الدم بأنواعه، سواء بنقص الحديد أو بنقص حتى الفيتامين بي 12. لذلك هدول الأشخاص اللي عاملين عمليات تحويل مسار بيحتاجوا لتزويدهم بين الفترة والأخرى بهذه العناصر اللازمة من حديد وفيتامين بي 12، حتى أنه ما بيستفيدوا منها عن طريق الفم، لأنه إذا كان في تحويل للمسار فنسبة الامتصاص بتكون ضعيفة جدا جدا. صحيح. فغالبا ما يحتاجوا عن طريق الوريد. هلأ بنتكمل في أسباب أخرى، أمراض بالأمعاء مثلا، في أشخاص عندهم التهابات بالأمعاء، في أشخاص جرثومة المعدة بحد ذاتها أيضا قد تؤدي إلى نقص الحديد، وهي شائعة كثير. الأشخاص اللي بتعاطوا أيضا مضادات الحموضة، كثير ناس بتعاطوا مضادات الحموضة بشكل زائد عن اللزوم ممكن يعني تأثر. أيوة، وهذا يؤثر، لأنه الحديد حتى يمتص يحتاج إلى وسط حمضي، يحتاج إلى حموضة المعدة، فإذا نحن عم نروح حموضة المعدة فلذلك ممكن امتصاص الحديد يتأثر. في أشخاص عندهم حساسية على الجلوتين أو غيره مثل داء الزلاقي، هدول أيضا ما بيستفيدوا، ما في امتصاص. طيب دكتور، يعني بعد ما ذكرت لنا الأسباب كلها اللي ممكن تسبب فقر الدم وتسبب المشكلة هذه، خلينا نتكلم شوي عن الحلول. يعني نحن نعرف كثير من الأطباء يحبوا دائما يوصفوا للمرضى الحبوب، حبوب الحديد اللي هي مكملات غذائية تعوضهم عن نقص الحديد، ولكن كثير من هذه الحبوب دائما لها مشاكل خاصة بالهضم.
يعني دائما نلاقي انه الناس اللي دائما يداوموا على استخدام حبوب الحديد، البعض منهم يصاب بالامساك، يصاب بمشاكل لا علاقه بالمعده. فما رايك بموضوع المكمل اللي هو يكون عن طريق الوريد؟ كثير من الناس ياخذونها طبعا تحت اشراف طبي مره في الشهر او مره اسبوعيا كورس من الجرعات اللي ياخذوها عشان يعوض هذا الشيء طبعا نقص الحديد الموجود في جسمه. مش رايك بهذا العلاج؟ طيب هلا بس استدراك شوي، لانه في اسباب كمان ليش بنشوف فقر الدم عند بعض الاشخاص ما تذكر الدراسه اكثر من غيرهم، بس الاطفال لانه هن عم ينمو فبيحتاجوا ايضا للحديد اكثر، وممكن ايضا تغذيه بتكون سيئه للاسف، اغلب الاطفال بياخذوا الاكلات اللي ما فيها اي نوع من التغذيه ولكن بيحبوها والاهل يعني بيتماشوا معهم. كمان النساء في سن الحمل والانجاب والنشاط التناسلي والدوره الشهريه ايضا تضيع قسم كبير من الحديد. هلا بنجي لموضوع المعالجه، طبعا بعد التاكد انه فعلا عندنا الموضوع هو نقص حديد وليس بعض الاشخاص، لان طبعا التحليل الاولي هو البدء اللي بنساويه وبنعمل تحليل تعداد لكريات الدم الحمراء والخضاب ونشوف نسبة حجم الكريات الحمراء. فعادة في فقر الدم بنقص الحديد بيكون حجم الكري الوسطي صغير وخضاب نسبة الخضاب في الكري قليلة، فنعمل الحديد والمخزون الحديد فبنلاقيهم ناقصين، فهون التشخيص بيكون تام أنه عندنا نقص دم بفقر فقر الدم بعوز الحديد. هلأ نوع اختيار العلاج بيعتمد على عدة عوامل، على سرعة تطور فقر الدم، يعني الأشخاص اللي عندهم فقر الدم أتى بعد نزيفه بسرعة هذول بيحتاجوا ممكن لإعطائهم يعني أمور أسرع مثلا حتى في حالة نقل الدم أو نلجأ إلى الحديد الوريدي. أما الأشخاص النساء اللي متعودين على فقر الدم لكن بصورة مزمنة وتأقلم جسمهم مع الأعراض اللي صارت عندهم، فلا مانع أنه يكون الحديد عن طريق الفم. الحديد عن طريق الفم هو أأمن، وإذا كان الشخص ما عنده مشكلة في الامتصاص يمتص. هلأ المركبات الحديد تختلف وفي كتير أنواع موجودة في الأسواق، في بعض منها هالآثار الجانبية اللي ذكرتيها مثل الغثيان الإمساك خففوا منها بإعطاء أنواع جديدة من المركبات الحديد، ومنغير من مركب إلى مركب. لكن نلجأ مثل ما قلنا في حالات مثلا الأشخاص اللي عندهم سوء امتصاص أو عندهم فقر دم شديد، أو امرأة مثلا قرب موعد ولادتها، فبحال قرب موعد الولادة وعندها فقر دم شديد وبعد الولادة بتصير نزف بعد الولادة، فنحن بنحتاج ما عندنا الوقت الكافي لإعطاء الحديد عن طريق الفم ليعطينا النتيجة، فنلجأ إلى الحديد عن طريق الوريد لأنه أسرع. إذا ميزات إعطاء الحديد الوريدي هو أسرع مضمون إذا كان في عندنا مشاكل بسوء الامتصاص. آثاره الجانبي هو التحسس وأحيانا صدمة دقيقية، يعني تحسس شديد، فلذلك نحن دائما بنكون حذرين ولازم ينعطى بالمستشفى حصرا بمراقبه طبيه اعطاء الحديد الوريدي. في مركبات كثيره من انواع الحديد الوريدي ممكن اللجوء لا، لكن لا نشجع على انه كخط اول لاي شخص، بس مجرد انه انا والله بدي اخذ متمم باخذه عن طريق الوريد، ما بدي اخذ عن طريق الحبوب، لازم يكون اخر الحلول يعني. ايوه بالضبط، يكون في استطبابات اللي ذكرتها انا، انه مثلا اشخاص عندهم سوء امتصاص، عندهم افات داء كرول، التهاب الكولون القرحي الى اخره من الامور هاي، أو الفقر الدم الشديد، يعني فقر الدم شخص عنده هيموغلوبين أقل من 8 وعنده أعراض خفقان وعنده، لأنه ممكن يتأذى القلب، لأنه من المشاكل الأهم أنه القلب ممكن يتأذى، فنحن نلجأ كبار السن مثلا، أشخاص عنده كبار السن وخاصة إذا عندهم مشاكل قلبية، فكسبوا منهم كثير إذا ما تعالجوا ممكن يصير عندهم احتشاء بالعضلة القلبية أو إقفار، يعني نقص أكسجين للعضلة القلبية وبتصير آثار يعني غير قابلة أثريتنا كثيرا يا دكتور. كل الشكر لك. ضيفنا في الاستديو الدكتور أحمد علي باشا، اختصاصي أمراض الدم والأمراض المعدية، شكرا جزيلا لك. شكرا.